الآن معانا سعادة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، بيتحدث عن موضوع أنا تحدثت عنه في البداية، بس هو بيوضح، وإذا عنده بعد تحذيرات أشوف اليوم غباره وهو، فبعد هو يعني كرجل مرور ورجل أيضا في القيادة العامة لشرطة دبي، بتسمعون بيز أيضا كلامه أحسن ساعات من أبو عمر. سعادة اللواء السلام عليكم. عليكم السلام. ما حالك؟ عليك زود يا أبو عمر، بالعكس إحنا ما شاء الله عليك أصبح عندك يعني خبرة في مجال المرور. ما تقصر، هذا تعلمنا منكم لحد. حياك الله. الله يحييك يا أبو عمر. زين. طبعا أبو عمر مثل ما ذكرت دائما الأجواء لما تكون غير مستقرة، ربما غبار، زاد درجة الحرارة، الرياح قد المثيرة للأتربة دائما تعمل على تدني مجال الرؤية، وقد تؤدي بعض الأحيان تعمل كطبقة بين الإطار وبين حرم الطريق، فكل ما كانت السرعة يعني مناسبة حتى لو كانت السرعة المحددة تقول مثلا 120، في هذه بعض الأوقات في الأجواء اللي تدعو أن الإنسان أو السائق يقلل من سرعته، فعليه أن يقوم بتقليل السرعة حتى يتفادى كثير من المخاطر أو عدم الفرملة بشكل جيد على سطح به يعني طبقة من الرمال مثلا، خصوصا في الأوقات اللي يكون فيها الأتربة على سطح الطريق. نتمنى السلامة للجميع. زين، أنا تحدثت الصبح اليوم بأن يعني في تأتينا ساعة بعض الملاحظات، يقول لي أبو عمر بأن أنا حصلت على مخالفة في إمارة دبي، ولكن أنا ما طحت إمارة دبي وما جيت، أو أن أنا من هل مثلا بر دبي ويتني المخالفة في ديرة ولا ما وصلت. ساعات إذا تكون رادار وشي يعني هذا محلولة، لأن يعني أنتم تساعدون ويانا ونشوف الصورة، لكن ساعات تكون مخالفات مثل ما تقول غيابية، اللي الناس الآن ياس الطالب تقول يعني هاي المخالفات الغيابية وايد مشاكل عليها، خاصة أن يمكن الشرطي يغلط في رقم، في كود، في شيء، وتأتي المخالفة على الشخص. الآن نبغي نحن تعطينا ما هي الطريقة المثلى في مثل هذه المخالفات، اللي هي المخالفات ساعات الغيابية اللي يقول الشخص فيها أني أنا، ويحلف ساعات بأن ما كان موجود ولا سيارته تحركت مثلا من البيت. صحيح أبو عمر، هذا كلام اللي قلته منطقي، وقد يحدث طبعا إذا هو على بينة وما حد ساق مركبته ومتأكد 100% أن المركبة لم تغادر هذا الموقع إمارة من الإمارات مثلا ودخول في إمارة ثانية، حنتكلم عن إمارة دبي، في عندنا قسم يسمى قسم الشكاوى، هذا يرتبط بمدير الإدارة العامة للمرور. قبل لا يلجأ هذا السائق إلى الاعتراض، المهم الاعتراض مشكلة تأخذ الطابع الرسمي إلى المحاكم، هي خدمة خاصة بالنيابة العامة، بالنيابة السير والمرور. ولكن نحن من باب تسهيلا على الجمهور وعلى السائقين وعلى الأخوة اللي قد يقع في المخالفة المرورية، فيستطيع أن يعترض في النيابة وفي المرور وفي مراكز الشرطة، لكن هي في الأساس هي خدمة لنيابة السير والمرور. طبعا نحن عندنا قسم الشكاوى لهذه الحالات، إذا فعلا الإنسان متأكد على يقين أنه لم يقم بارتكاب هذه المخالفة، عليه أن يلجأ لهذا القسم، وطبعا القسم هذا يقوم بالتحري واستدعاء الشرطي الذي قام بتحرير المخالفة ويتأكد من كل المعلومات، وإذا أثبت أحد الطرفين أن لا المخالفة، مثلا إذا أثبت الشرطي أن المخالفة صحيحة ولم يكن هناك 1% شك في الموضوع، فتثبت المخالفة ويستطيع من بعدها هذا السائق إذا لم يقتنع أن يعترض رسميا. ولكن في كثير من الحالات تبين أن فعلا في شك لربما 1%، إذا شك على الأقل 1% أن هذا السائق لم يرتكب هذه المخالفة، يقوم رئيس القسم يعني بإلغاء المخالفة، سواء كان برفع توصية للمدير أو بعض الأحيان هو مخول أن يلغيها إذا تبين أن السائق لم يرتكب هذه المخالفة. لا. زين، أنا عندي بعض الأسئلة، أنا مع العلم أن أنا موعودين إن شاء الله أن في نهاية هذا الشهر أظن التاريخ 30 مثل ما قال التنسيق، بأن بتكون ويانا موجود في البرنامج.
إن شاء لكن الله. أنا دوم الآن يسألوني عن عملية تلوين السيارة وتظليلها وتظليل الزجاج الأمامي، بما أظنهم حتى حاطي لي، أنا ما أعرف، لكن كاتبين لي 5 فاصلة، أظني 5 بوصة من هذا القبيل. هذه شو إذا في رد يعني عندك موجود؟ نعم نعم إيه؟ طبعا 5.5 بوصة أو إنش هذه مسموح، ما لم تلغى من النظام. إيه؟ زين، اللي هي بمقدار يعني 5 إنش يعني نص قدم. زين، هذا اللي هو الزجاج الأمامي، في ناس نعم. تحط ترى لعلى يعني عليه تظليل، فهذا 5 إنش تقول لي؟ إيه، بمقدار نص قدم أو 5.5 إنش، ما راح يعني ما راح يكون عليها تدقيق، بس هي يعني بمقدار أن تسمح برؤية من بداخل المركب. يعني كثير من الأخوة السائقين يعني لربما يحط أكثر من يعني 10 إنش، وهذا مخالف، يعني يحط الضعف، فهو بمقدار يعني لربما أقل من الشبر، أقصدي يعني مقدار يعني نصف قدم أو يعني كم، 10 سنتي، لا 12 سنتي، 10 إلى 12 سنتي مسموح. إنزين، في أحمد المري يسأل، وكلهم سألوا عن، يقول الحين ترى طلع القانون الجديد بأن الحزام الأمان والسيارات لازم في المقاعد الخلفية. الآن الباصات إلى حد علمك فيها يعني حزام أمان؟ والآن بعد ما للطلبة اللي هم باصات نقل الطلبة وكذي، ولا هو بأمر كله يعتمد طبعا إذا رخصت المركبة، هذا اللي هو الباص، وما في حزمة أمان، ما يسأل السائق عن ليش ما موجود حزام أمان. لأن بصراحة كثير، لأن إحنا الفيصل بيننا يعني بين إدارة المرور وفي في في المخالفات هو المواصفات، هيئة المواصفات والمقاييس. إذا رخصت هذه المركبة فهي خلاص يعني لا يخالف السائق إذا لم تكن هناك أحزمة أمان في المقاعد. أتكلم تحديدا عن الباصات، حتى يثير موضوع المركبات الثقيلة. زين، وجهة نظرك أنت يعني كونك إذا مستشار وخبير وما شاء الله عندك خبرة، يعني هل نحتاج إلى حزام أمان؟ ما أدري أنا الآن الباصات فيها ولا لا، اللي هي باصات هيئة الطرق أو حتى باصات يعني العمال اللي هي الكبيرة، هل فيها هو يفترض أن يكون فيها، لكن أنا ما عندي صراحة جواب، لأن يعني تعرف هيئة الطرق هي ترخص المركبات بشكل عام في دبي، فهو إذا ما كان في أحزمة يفترض أن يكون أحزمة. إذا الآن مش موجود، ما في ضير أن يكون يعني في المستقبل، يعني بعد سنة سنتين مش مشكلة. هي بعمر كل ما بعد الراكب من مقدمة المركبة كل ما كان في مأمن، ولكن ما نقدر نقول والله خلاص يعني ما راح يصاب. المشكلة أن مش بالضبط، مش بالضرورة المركبة تفرمل أو قد تتدهور. المشكلة في حزام الأمان أو إذا عدم استخدام حزام الأمان لما تنقلب المركبة رأسا على عقب، أو يكون في حالة فقدان السيطرة وتدهور، هنا تأتي المشكلة، لأنه يقذف هذا الراكب خارج المركبة. ايضا سعاده اللواء، يعني من عده حوادث شفناها للباصات هاي الكبيره، وخاصه اذا جاءت الحوادث جانبيه، يعني بعضها يعني ما اعرف مدى الامان فيها، لان اللي شفناه بانها يعني تنشطر بشكل يعني كبير، ويكون هناك اصابات. يمكن في قبل اسبوع او اسبوعين شفت انا صوره يعني لاحد الباصات اللي اعتقد استوت فيها وفاه وما شابه ذلك، فما ادري مثل هذه إيه؟ مثل هذه الامور يعني تعطون المواصفات. نعم نعم، هي طبعا انا متاكد هيئه الامارات للمواصفات والمقاييس، المقاييس والمواصفات صراحه على قدر من العلم، ويعني في هذا الجانب عندهم ما شاء الله يعني ناس مختصين في متانه المركبه وهيكلها. المشكله في المركبات القديمه، واللي بعض الاحيان يمكن انتهى حتى يعني أصبحت قديمة، وحتى هيكلها أصبح ضعيف، حتى لو عملت لها صيانة تظهر العيوب أثناء الحوادث. ولكن حق المركبات اللي هي يعني البراند نيم، يعني اللي هي الشركات الكبيرة، لا هاي الأمور صراحة ما تحدث فيها، ما يحتاج أذكرها، أنتم تعرفونها، يعني خاصة المركبات الأوروبية واليابانية
والأمريكية فيما يخص تصنيع الباصات جيدة. الآن إحنا ظهر عندنا مشكلة الميني باص. أنا صراحة يعني في حتى في مجلس المرور الاتحادي في توصية بعدم تسجيل هذه المركبة واستخدامها للنقل الآدمي واقتصارها على نقل البضائع. طبعا أنا أعرف أن هذا الموضوع لربما في مؤيد وفي معارض، لكن الإحصاءات هي أكبر يعني دائما إحنا نرجع للأمور التي دعتنا إلى اتخاذ قرار في هذا المجال، فتبين أن كثير من الحوادث تقع للميني باصز وفيها إصابات وفيها وفيات وفيها حقيقة يعني منظر بشع لهذا الميني باص وكأنه علبة سردين، يعني ما في مجال أصلا. لأن أنا قست بصراحة وتبين أن الحجم طبعا هو الطول في العرض في الارتفاع، مجال اللي يعطيني الأمان هو حجم المركبة، وهل أنا أقدر أن لو صار حادث أن يكون عندي مسافة أو فراغ تحميني. فتبين أن ما يزيد عن متر مكعب، يعني الحجم المسموح فيه أو اللي هو الفراغ أو المجال اللي ممكن يتحرك فيه الركاب ما يتعدى الواحد متر مكعب، وهذا يعتبر في علم السيفتي ودرجة الأمان يعتبر خطير جدا. هذه المركبات لا نجدها لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا حتى في اليابان والدول المتطورة شرق آسيا. إذا راح تظل المشكلة موجودة ما لم يكن هناك، يعني طبعا نحن خاطبنا هيئة المواصفات والمقاييس ونتأمل خير في عدم تسجيلها لنقل الآدمي إن شاء الله. إذا يعني سعادة لو نحن موعودين إن شاء الله في 30/7 بتكون معانا من الساعة 8 إلى الساعة 10، يعني ساعتين. الأخوة اللي أرسلتوا رسائلكم اليوم بطلب من التنسيق أن نطبعهن وخليهن ونسأل بعد يعني سعادة اللواء وبنجاوبكم شو جاوب سعادة اللواء على أسئلتكم في حين إن شاء الله إذا كنتوا في البلاد، إذا مسافرين عاد شيء آخر. إذن سعادة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، شكرا لك ونلتقي إن شاء الله يوم 30/7 إن شاء الله. حياك الله، شكرا.